معايا على تليفون دكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيره. برحب بحضرتك معانا يا دكتور ماجد. اهلا وسهلا. اهلا مساء النور استاذ دنيا. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله يا دكتور. زي ما احنا متابعين مع حضراتكم ده استطلاع دوري يعني بتقوموا بيه من وقت لاخر ليه علاقه بمعرفه اراء الناس واتجاهاتهم بخصوص الوضع السياسي الحالي واداء الرئيس. فخلينا نتكلم على العينه اتجاهاتها التوزيع الجغرافي ليها طبيعه الاسئله والردود عليها ونستخلص النسب مع حضرتك. لا أشكرك فن. هو هذا الاستطلاع هو استطلاع بيوبي بصيرة مركز بصيرة كل شهر وبنعمله بشكل دوري وده بيغطي تقييم أداء الرئيس وتقييم أداء الحكومة وتقييم أداء مجلس النواب. النتائج اللي معروضة النهاردة هي الخاصة بتقييم أداء الرئيس والعينة بتتم من خلال اتصالات هاتفية. أيوه. باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول. والعينة هي عينة احتمالية بمعنى أنها بتمثل شرائح مجتمع مختلفة. حجم العينة في هذه المرة كان 1533 وإحنا بنتكلم طبعا على أي حد فوق 18 سنة من المصريين المقيمين داخل مصر. وتم إجراء مثبتين العينة يعني نفس خصائصها نفس توزيعها نفس تصميم العينة من ناحية العلمية هو لكن طبعا الأشخاص نفسهم بتغيروا الأشخاص بيختلفوا من شهر إلى شهر. تمام. على حسب اللي بيطلع عندنا في العينه هو اللي بيعمل الاتصال التليفوني معاه. تمام يا فندم. بالنسبه للنتائج زي ما حضرتك اشرتي انه الموافقين على اداء الرئيس كانوا 82% واحنا هنا بنتكلم على 48% قالوا موافق جدا و34% قالوا موافق. مجموعهم يبقى 82% من العينه اللي احنا سالناها. الباقي اما بيكون غير موافق او غير متاكد من رايه يعني ما بيحبش يقول رايه ومجموعهم كان 18%. يمكن التعليق اللي انا احب اقوله في على هذه النتائج في تعليق ايجابي وفي تعليق سلبي. التعليق الايجابي انه عندما نسال الناس عن سبب موافقتهم على اداء الرئيس احنا بنسال الناس لو قالوا موافق على اداء الرئيس بنقول له طب ايه اهم سبب ولو كان غير موافق بنساله ايضا ايه اهم سبب. ايوه فندم. بالنسبه الحاجه الايجابيه اللي من وجهه نظري ان عندما نسال الموافقين على اداء الرئيس عن سبب فجي قناه السويس كرقم واحد. عادة احنا كنا بنسمع انه استعادة الامن مثلا واستعادة الامن دي طبعا على الرغم من اهميتها ولكن من وجهة نظري فكرة قناة السويس دي فكرة يعني حاجة ايجابية بننظر الى المستقبل ان احنا بننظر الى ايه ان احنا هنبقى في احساس المواطن باهمية المشاريع والمردود منها على المدى البعيد على عكس الفكرة اللي كانت سائدة ان الناس مش بتفكر في ده قوي. ايوه وان هو هيكون في حته احسن لكن الامن مجرد ان انا بقول انا موافق على الرئيس عشان امن الساعه يبقى انا استعدت حاجه كانت موجوده قبل كده ما هياش ايجابيه قوي زي فكره قناه السويس. فاعتقد دي نقطه ايجابيه في نتائج. النقطه السلبيه من وجهه نظري هي انه لازال الوصول الى الشباب يعني متعزز. يعني احنا بنشوف مثلا الفرق ما بين في الموافقه على اداء الرئيس ما بين الشباب اللي هم اقل من 30 والاكبر سنا الفجوه كبيره. ده معناه ايه؟ معناه انه على الرغم ان احنا في مصر بنحتفل بالسنه دي باعتبارها سنه الشباب وفي جهود كثيره بتتعمل للشباب لكن واضح انه المفاتيح ما احناش قادرين نوصل لها فيما يتعلق بالوصول الى الشباب ودي يمكن محتاجه شغل اكثر في هذا المجال. طب قول لي يا دكتور برضو حتة الوضع الاقتصادي سواء بنتكلم على البطالة أو ارتفاع الأسباب هم أحد أهم الأسباب اللي أدت أو الناس اللي غير راضين عن أداء الرئيس كان بسبب الحاجتين دول الأزمة الاقتصادية. هي لما بنشوف سبب عدم الموافقة بالدرجة الأولى هي أسباب اقتصادية لأنه بتيجي ارتفاع الأسعار رقم واحد وبعدين عدم وجود فرص عمل للشباب وارتفاع الدولار وعدم تحسن الأوضاع البلد الاقتصادية. فالأربعة دول لهم علاقه وثيقه بالناحيه الاقتصاديه وده طبعا متوقع انه يعني الوضع الاقتصادي طبعا في تحديات كثيره. طب حاجه تانية يا دكتور حضرتك قلت لي معلش ان بتعملوا الاستطلاع ده كل شهر؟ كل شهر. ايوه. طب مش كل شهر كتير يعني ايه اللي يتغير من يعني كل 30 يوم يعني؟ والله هو ممكن يتغير طبعا. اللي بيغير اداء الرئيس موافقه الناس على اداء الرئيس ان يكون في مثلا مشروعات مهمه حصلت تصريحات ايجابيه او تصريحات سلبيه اوضاع اقتصاديه بتتحسن او بتتراجع يعني اي حاجه ممكن تاثر على بس المقبل احنا بنتكلم في اول عام من توليه الرئاسه 91% يعني الشعبيه او التاييد احنا بنحافظ على ان احنا نرصد هذا الرقم كل شهر عشان يبقى عندنا الاتجاه العام ونقدر نفهمه اكثر لانه طبعا احنا في مصر ما عندناش
تاريخ طويل للقراءات بتاعه الاداء الرئيسي على قرار ان استطلاعات الراي هي صناعه حديثه نسبيا، فاحنا بنحاول ان احنا نحافظ على ان احنا نعمله كل شهر عشان يبقى عندنا هذه السلسله الزمنيه اللي نقدر يعني نقارنها عبر الزمن. طب في بعد كده بقى تقييم لاداء الحكومه ومجلس النواب، كل النسب بقى والقراءات دي بقى بتروح لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برضو عشان تساعد متخذ القرار يعني يشوف نبض الشارع ايه؟ والله احنا كمركز خاص مستقل ما بنبعتش اي مخرجات غير للاعلام، والنهارده مثلا طلع الاستطلاع ده في نفس الوقت الساعه 12 الظهر تقريبا لكل وسائل الاعلام، ما بنبعتوش لاي جهه حكوميه او حزبيه او اي جهه رسميه، لكن بنبعته لوسائل الاعلام علشان احنا بنعتبر ان ده يعني حق المعرفه وحق للجميع في نفس اللحظه. مفهوم، شكرا جزيلا دكتور ماجد. شكرا، شكرا لحضرتك يا فندم رئيس المركز المصري لبحوث الراي العام بصيره، شكرا ليك.